السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بألف خير. اليوم غنوجدوا شهيوة المائدة رمضان، غنوجدوا الكريب مالحين بحشوة لديدة وكريب ناجحين 100%. غندوزو المقادير، غنحتاجو نصف لتر ديال الحليب اللي يكون بارد، يعني يلاه جبناه من الثلاجة. غنحتاجو 4 ديال البيضات، غنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الأبيض ولا الفورس، غنحتاجو الملح معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ديال السكر حبيبات، وغنحتاجو 50 غرام ديال الزبدة اللي غندوبوها. أول حاجة ناخد الحليب ديالي، نزيد ليه الملح والسكر، ونبدا نضيف ليه البيض. تقدروا تنسموه بالتوم ولا بالربيع، انا هنا خليته عادي. غنجيب الميكسر ونطحن في الاول بعدا البيض والحليب، تقدروا ديروه في الخلاط الكهربائي. عاد باش نبدا نضيف الدقيق تدريجيا حتى يتخلط ليا مزيان مع الحليب. ونضيف الزبده من بعد ما ذوبتها، نضيفها وانا كنخلط باش ما يطيبش ليا البيض. من بعد نغطي الكريب ديالي وندخلهم الثلاجة يرتاحوا على الاقل 30 دقيقة حتى لساعة. هو كل ما ارتاح كل ما كيجي مزيان، يعني نعطيوه الوقت يرتاح، نقدروا نديروه في الصباح ونطيبوه في العشية. من بعد كنسخن المقلة ديالي اللي تتكون بطبيعة الحال ما تتلصقش، كنكب شوية ديال العجين ونخليه حتى ينشف وتحمروا ليه الجوانب. ملي تيتحمروا الجوانب كنقلبوا حتى تطيب الجهه الاخرى. انتم تشوفوا لك كريب كيجيو زوينين. انا من بعد ما كملت لك كريب ديالي هما، يعني عطاتني واحد 16 حبه. ندوزو للحشوه، غنشحر شويه البصله في الزيت، زيت الزيتون والزيت العاديه، كنشحرها مزيان حتى كطيح وتدبل. كنزيد ليها الكوسه ولا القرعه خضراء حتى هي محكوكه، يعني هنايا كيبقى لكم الاختيار. تقدروا ديروا الفلفله الوان، تقدروا ديروا تزيدوا الجزر محكوك حتى هو تيجي مزيان. نحاول نطيح هاد البصله والقرعه خضراء حتى يطيحوا مزيان. من بعد نزيد عليهم شويه ديال الكفته حتى هي، ونحاول نقطعها وسط المقله. ونبدا نضيف العطريه، نضيف الملح، الابزار، فلفل اسود، سكينجبير، تحميره او الفلفل الاحمر، شويه الخرقوم ولا الكركم، ونخلط الخضار والكفته مع العطريه مزيان حتى ينسجموا. نضيف شويه الربيع مقطع صافي، ونخلي الكفته ديالتي حتى تطيب مزيان ونحيدها من فوق العافيه.
غنجيب لا كريب ديالي ونعمر الوسط ديالهم، يعني غنديرهم مربعات، غنعمر الوسط ديالهم بالحشوة اللي صاوبت، ونزيد شوية ديال الجبن. هنا عندي الجبن مخلط ما بين الموتزاريلا والجبن الأحمر والجبن المدخن، غندير واحد شوية ونطوي بحال غنطوي المسمنة باش تعطيني شكل مربع كيف ما غتشوفوا. ها انتما تتشوفوا كيجي الشكل ديالها شكل مربع. نعاود واحدة اخرى، يعني هنا ملي نعمر لي كريب ديالي نقدر نديرهم في الفران تيشدوا راسهم، نقدر ندير شوية ديال الزيت في المقلاة ونحمرهم من الجهتين، ولا نديرهم كيف ما درت انا، كنديرهم في بانيني ما كندهنها ما والو، ولكن تكون بانيني اللي من نوع جيد باش ما يلصقوش ليا. نديرها يتحمروا من جهة، يعني يعطوني خطوط أفقية، ونعاود نقلبهم واحد شوية باش يعطوني خطوط عمودية كيف ما غتشوفوا. غيجي في الخط ديالهم شكل مربع، يعني هاد لي كريب تيجيو زوينين، والحشوة لذيذة جدا يعني، وساهلين ما يحتاجوا فران لا والو. هانتوما تشوفوهم كيفاش كيجيو، تنتمناهم يعجبوكم، نتمناكم تشتركوا في القناة ديالي.